شو يلا طعميهم ماشي حالهم عم بياكلوا معك ايه شوي شوي اجا واحد من بعيد ليك ها كيف بدي لحق عليهم انا وقل لهم كريستيان نحن مش مخورين لو مخورين كنا هجم علي هجم عليك هجم عليك شو بدك طعمي هلا؟ دجاج والله ها مشي حالهم شو صار بدها تاكل مع الدجاج هيدي؟ واو ريتا بدك تفرجينا هالجست هاوس الحلو؟ يلا هيدا الجست هاوس اذا في جروب اكثر من اربع اشخاص فيهم يفتوا في هيدا اول اوضة وهيدا تاني اوضة اذا بتلاحظوا في هون نوم كتير سلبي في شخص نام فيه يلا اوكي صراحة المحل كتير حلو وكتير رواق شو كريستيان؟ طلع على القمر شو بس على طول على القمر شايف القمر؟ ايه بس على القمر بشوفه هاي لو في مرة شفته بدي اشوف كانوا جوا time for dinner
بطاطا مشوية وبصل أطيب شيء. دينر الساعة 12. دينر الساعة 12. وبعد سهرة النهار أحد. صباحو هلا وعينا بعد الساعة 8 بدنا نروح هلا نقطف خضرة وفواكه للتقوية، بس صراحة حس حالي بدي نام بعد. أيوة كريستو، شو عم تقطف لنا؟ بقلي. يم، شكله شيء قوي للترويع. تغري من جنان. ده سرك هون يا سيزار. أول مبلة في المشروع. أول مبلة في المشروع. هلا عم نقطف نعناع. شو قطفتي المواسم كلها؟ الجنينة كلها. اوه ترويقة عن الجنينة. ايه شي كتير طيب، كله من الجنينة. انا قطفتهم. واو. وانت؟ نحن هلأ بعدنا بشوف، هيدا النهار التاني اليوم بشوف، والمدام معنا هون. نحن هلأ بأتلية عساف، وهيدا التمثال هون اللي ورانا كتير هيوج، هو ده سعيد فخر الدين. هلا بدنا نشوف الأتولية سوا. يلا أهلا وسهلا فيكم بأتلية عساف. فنحن هون من مشروعنا دمجين بين ثلاث أشياء: نيتشر، كولشر أند أرت. بالنيتشر هنتعرف شوي على طبيعة أرضنا، بالكولشر هنتعرف على الرورال إيكولوجيكال هاوسز، العمارة البيئية القديمة، بالأرت هنتعرف على البروسيس تبع النحت، نشوف الورك شوب، نرجع نشوف المتحف. هون رح نشوف كمان هذه النبتة، هذه ميديكال يوز، هادي اسمها Stinking St. John's Wort. هادي Anti-Depression Plant. نايس. بكندا وامريكا بتستعمل بالبلز Anti-Depression Medical Use. اوكي بحاجة لها هلا. لانز هادي كمان برية بتطلع، عامل زهري موف بالرقم بالشتاء، زهرتها كتير حلوة، كتير بيجي عليها النحل، الوحيد اللي بتزهر بالشتاء. قد مني عنا الزعتر البري كمان. طبعا نشوف شجرة البندق، هيدي الثمار تبعها. هنشوفها شيء تاني. هلا كل ما نبعد عنها شوي كل ما تتغير معنا الصورة، كل ما نحس انه كل حجر عم يحمل حس من حواس الانسان. اوكي. بس نبعد عنها شوي ترجع تطلع عليها بتبلش تتغير معكم شوي الصورة أكثر. شكلها. ايه. كثير حلو. بالمي، المي اللي بتفضل كلها بتنزل من المزراب على الجرن. ايه هذا سطح البيت اخضر وهذا اخضر، شايفه كيف؟ قربي شوفي هون، لكن المزراب كل المي اللي بتفضل من السقاي بتنزل من المزراب على الجرن، بتروح على القناية على الخزان بنرجع نستعملها ثاني يوم. نعمل ريسايكلينج للمي اللي بنصرف فيها بهالطريقه. البيت اجمل كثير بالشتي وابرد بالصيف لانه سطحه معزول. هون عبرنا سبع سطور ونحتنا وزن كمان بالدار فيها، اليد بتستعمل 120 طن حجر و4 طن.
وهذا هون تمثال قديم لبعين النطال الاستقلال 1943. هذا تمثال بيصير برونز. هلا بنعمل هاي بعدين بنعمل له قوالب بنصبه شمع بعدين بنصبه برونز. بتميل للجنوب وبناخذ شمس اكثر على غرب النور. على طول افضل شيء يكون عندنا الباب نحو الشرق او الشمال لانه الهواء والمي طلوع بيجينا من الغرب ومن الجنوب. احسب هيك بندير الباب صوب الشمال وشرق الباب والمطبخ والحمام افضل مشان الريحه مشان كل شيء يكون عندنا. هذا بيت بيئي لانه حيطانه طبقتين، حيطانه سميكه مثل ما شايفين، شبابيكه خشب وابواب كلها من بيوت قديمه مشتريها من رمان ونرجع نستعملها. فرش البيت هذا كله خشب، صناديق ازاز تحول لفرش. يعني صندوق الازاز صار فرش مثل ما شايفين، القصب عملناها بالرقي. اسمعوا شوشو العمل اخذ سنه وكمان شهور شغل تمثال شوشو على الخام بيطلع كمان نفس الشيء. اذا قربتوا رح تشوفوا سنين من شوشو حطت حولت لجرم مي حفرناها من قلبها وجبنا هالمي عليها الصخره مثل ما شفت. شورفش حلوه ها؟ ايه كثير بلون. من 50 سنة من قرب هذا الشيء يعني جرب ما عاد في واحد يربح البيت.